مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وصيغ فما المقصود باسم التفضيل؟ وما شروط صوغه؟ وما شروطه؟ وما أحواله؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى بالشرح في الدقائق القادمة. رمضان يا رمضان، طيب سنظل طوال المحاضرة نقول يا رمضان ويقول لي نعم، يا رمضان ويقول لي نعم، يا رمضان. قل له شيئا يا نصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. اسم التفضيل هو الاسم المصوغ من المصدر لدلالة على للدلالة على أن الشيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. وقياسه أن يأتي على أفعل كزيد أكرم من عمرو. يتق الله يا رجل، اتق الله يا شيخ رمضان. كزيد أكرم من عمرو. هنا الكاف تجر الجملة كلها، زيد مبتدأ. كزيد أكرم من عمرو وهو أعظم منه. نعم، إذن اسم التفضيل اسم مصوغ من المصدر، لأن كل المشتقات مأخوذة من المصادر على رأي، على الرأي الصحيح أو الرأي الراجح كما قلنا قبل ذلك. المدرستان الكبيرتان في النحو العربي البصرة والكوفة اختلفتا في أصل المشتقات. الكوفيون قالوا الأصل الفعل، والبصرون قالوا الأصل المصدر، وقلنا إن هذا هو الراجح، إن هذا هو الراجح والمعمول به. فاسم التفضيل اسم مصوغ من المصدر. لماذا؟ يعني لماذا نصوغ اسم التفضيل؟ هل نصوغه هكذا اعتباطا؟ نصوغه هكذا طرفا؟ ها؟ لا، وإنما للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، اشتركا فيه وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. يعني مثلا عندنا فرحان، قف يا فرحان، قف قف، الحمد لله. قف يا نصرة. انظرا إليهما، كلاهما طويل، كلاهما طويل، لكن أنا أظن أنه فرحان أطول قليلا، فرحان أطول قليلا، ها؟ فنقول فرحان أطول من نصرة. إذن كلاهما طويل، كلاهما طويل، يعني كلاهما عنده صفة الطول، صفة. فهنا أقارن بينهما، هنا أقارن باسم التفضيل. كلاهما طويل إلا أن فرحان أطول من نصرة، أطول من نصرة. معي؟ طيب، لو أن فرحان في طوله هذا، في طوله هذا، تمام، وجئنا برجل قزم قصير هكذا، قصير هكذا قزم، هل يصح أن أقارن بينهما وأقول فرحان أطول من علي القصير هذا؟ هذا غير صحيح، هذا أسلوب غير صحيح. لم يشترك فعلا. الأسلوب نحويا صحيح لكنه لا يطابق الواقع. لماذا؟ لم يشترك في الصفة أصلا، هذا طويل وهذا قصير، فلم يشترك في الصفة أصلا. معي؟ تفضل.
فاسم التفضيل اسم مصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة. الدلالة على أن شيئين اشتركا. تعال هنا، تعال تعال تعال، معك الكتاب، تعال اجلس هنا ومنتصف. جئت متأخرا وتجلس متقدما. اجلس اجلس. أيوة نعم. ما اسمك؟ يا محمد. كيف أين أنت يا محمد؟ أين ذهبت يا رجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي جرى لك؟ تذكرون أخاكم محمدا؟ تذكرونه؟ محمد، محمد هذا ها؟ نسيتها. تعال اجلس هكذا يا محمد. أين ذهبت يا محمد؟ سافرت؟ ها؟ ما شاء الله مشاغل عندك. كم مشغل عندك؟ كم مشغل ما شاء الله؟ الحياة يا سيدي. إذا نقول شواغل، شواغل وليس مشاغل. شواغل جمع شاغلة، يعني شغلتك شاغلة وشاغلة وشاغلة وشاغلة، وتسمى شواغل، تسمى شواغل. معي؟ نعم. لا يعني لا يشغلنك عن العلم شيء يا محمد، لأن الشواغل لا تنتهي. يعني أنا 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 في أوقات كثيرة جدا حين آتي إليكم هنا هنا، يعني يعني خاصة حين أكون قادما من البيت، أقول يعني أعتذر اليوم وأذهب لأقضي بعض المصالح وكذا 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 وكذا، كل مرة تراودني، لأن المصالح لا تنتهي والشواغل لا تنتهي، فلو سلمت نفسك لهذا لن تفعل شيئا. معي؟ وده شيخ عبد الرحمن. اشرب شويه شاي دول. الله يرضى عليك. الله يشكرك. امسك بس. لا اتفضل اسمع كلامي. الله يرضى عليك. اصلا بشرب شاي. لا انا مصحصح. الله يسمع كلامي. الله يشرف استاذ. الله يكرمك يا حبيبي. ربنا يحفظك. معي يا شباب؟ ايش اخذني بس؟ اتفضل يا حبيبي. الانسان بتاعك يا زيد اكرم من الامر. هي كاتبة عاملة ولا لا؟ عاملة. هي بتجر الاسم. بتجر الاسم. طيب لا ليس ممنوعا من الصرف. طيب الجملة أصلها زيد أكرم من عمرو. زيد إعراب زيد مبتدأ، وأكرم خبر، ومن عمرو جر مجرور متعلق بأكرم. معي؟ فالكاف هنا، الكاف هنا جرت الجملة كلها، جملة زيد أكرم من عمرو كلها في محل جر بالكاف. طب لو هي مجرورة لا تبقى زيد مجرور. نعم؟ لا، زيد مبتدأ. زيد مبتدأ، هذه جملة، يعني هو يريد أن يقول القاعدة كذا 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 كجملة. طب أعطني مثالا، أعطني مثالا على هذه القاعدة. كجملة زيد أكرم مثلا. مثلا أو كقولنا، أو كقولنا، كقولنا زيد أكرم من عمرو على الحكاية، أو كقولك. معي؟ فهنا المجرور هو الجملة كلها وليس الاسم الأول فقط. واضح يا حبيبي؟ هذا تجده كثيرا في كتب النحو، نحو كذا مثل كذا ككذا. سورة الكافرون مثلا، أقول مثلا كسورة الكافرون. مثلا لا تقول سورة الكافرين، واخد بالك؟ ومثال ذلك سورة الكافرون، هذا على على سبيل الحكاية. سورة المؤمنون على سبيل الحكاية، واخد بالك يا يوسف؟ لماذا؟ لأنه المفروض تقول سورة المؤمنين وسورة الكافرين، لأنه مضاف إليه مجرور عامل جره الياء. معي؟ أقول معهد أبو بكر الصديق، معهد أبو بكر، المفروض معهد أبي بكر، لكن هو المعهد اسمه كده، المعهد اسمه أبو بكر الصديق، المعهد اسمه، فأنا أخذت هذا على سبيل الحكاية، على سبيل على سبيل الحكاية، ووضعت الجملة كما هي. يعني مثلا أنا عندي بنت اسمها السماء صافية، السماء صافية، ليس عندي بنت بهذا الاسم، لكن أقول أفترض هذا، يعني
السماء يعني حتى لا تذهب عقولكم بعيدا السماء صافية. السماء إعرابها وصافية خبر، فهذا يسمى تركيب إسنادي، تركيب إسنادي يعني جملة. والعلم هذا يسمى مركبا تركيبا إسناديا، هذا العلم السماء صافية. طيب نقول نجحت السماء صافية، ورأيت السماء صافية، وسلمت على السماء صافية كما هي، تبقى كما هي بحركاتها معي. ثم نقول نجحت السماء صافية، العلم كله هو الفاعل، السماء صافية الجملة كلها في محل رفع فاعل. رأيت السماء صافية، السماء صافية الجملة كلها في محل نصب مفعول به. سلمت على السماء صافية على حرف جر، السماء صافية الجملة كلها في محل جر بعلى. معي يا شباب؟ واضح؟ فكذلك هنا يا يوسف، الكاف تجر الجملة كلها، الجملة كلها في محل جر. نعم. فزيد أكرم من عمرو، إذن كلاهما كريم، كلاهما كريم، إلا أن زيد أكرم يعني يزيد عن عمرو في الكرم، فكلاهما اشترك في صفة الكرم، في صفة الكرم، لكن أحدهما زاد على أخيه في هذه الصفة، فهذا يسمى اسم تفضيل. اسم التفضيل القياس فيه أنه يصاغ على وزن أفعل، على وزن محمد أحسن من علي، علي أكبر من محمد، أكبر أحسن أفضل أشد، أشد على وزن أشدد أفعل، أصلها أشدد أفعل إلى آخره. هذا اسم التفضيل يصاغ على وزن أفعل، اسم التفضيل يصاغ على وزن أفعل، على وزن أفعل معي. لكن هناك بعض الأسماء التي وردت أو سمعت بغير همزة، بغير همزة، وتدل على التفضيل، تدل على ثلاثة ألفاظ: خير وشر وحب، خير وشر وحب. وللآخرة خير لك من الأولى، تفضيل هنا للآخرة على الأولى الدنيا معي. لكن خير المفروض أخير، أخير على وزن أفعل، لأن هذه الألفاظ سمعت بغير الهمزة، سمعت بغير، يفضل بها من غير خير وشر وحب، خير وشر وحب، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، يعني وأحب شيء، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، يعني وأحب شيء إلى الإنسان، وأحب شيء إلى بلال خير الناس وابن الأخيار. عندك بلال ما تشكيلها يا نصرة؟ ها؟ فيها تنوين؟ ضم فقط. نعم، بلال خير الناس وابن الأخيار. هل حد أحد عنده بلال منونة؟ ها؟ هي طبعا تنون، هي ليست ممنوعة من الصرف، لكن الوزن. نعم، بلال خير الناس وابن الأخيار. هنا الأخير جاءت على الأصل، الأخير جاءت على الأصل، وهو إيه؟ بالهمزة، أخير على وزن أفعل. وهناك قراءة: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. من الكذاب الأشر، أشر على وزن أفعل، أشرر أصلها أشرر أفعل،
لا لكن طبعا قراءتنا الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. صيغة مبالغة. ها؟ صيغة مبالغة. الأشر نعم. لكن هنا اسم تفضيل. على القراءة الثانية. نعم نعم. يعني؟ نعم. على حذر أو. الأشر نعم. معي يا شباب؟ لكن هنا الأشر. نعم. الأشر. دي جاءت على الأصل. أفعل. جاءت على الأصل. واضح يا شباب؟ طيب. اسم التفضيل هذا اسم مصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة. هل يصاغ هكذا حسب ما اتفق أو أن له شروطا في الصياغة؟ له ثمانية شروط. له ثمانية شروط. ما رأيك في هذه الشروط يا رمضان؟ ما رأيك فيها؟ ما رأيك في شروط صوغ اسم التفضيل؟ قل لنا رأيك، قل لنا ما هذه الشروط، قل لنا ما هذه الشروط. وله ثمانية شروط. نعم. الأول أن يكون له فعل وشد مما لا فعل له، كهو أكمل بكذا أي أحق به وألس من شضاد بنوه من قولهم. بنوه من قولهم. من قولهم. هو لص أيساري. أول شيء لابد أن يكون اسم التفضيل هذا له فعل. لابد أن يكون له فعل. فلا يصاغ من الكلمات التي لا فعل له. مثل قولهم هو أقمن بكذا. أقمن أجدر وأحق به. قمن به هو أقمن. أقمن ما فعل أقمن؟ ليس لها فعل. لذلك أقمن على وزن أفعل اسم التفضيل هذا يعد شاذا. فهو قمن أن يستجاب له كما جاء في الحديث. نعم فهو قمن. نعم لكن أقمن شاذة على وزن أفعل لأن ليس لها فعل. ليس لها. وأيضا ألص فلان ألص من فلان. أسرق. يعني نعم أسد سرقة منه. لكن ليس لها فعل. ليس لها فعل معي. طيب إذن الشرط الأول أن يكون له فعل. والثاني أن يكون الفعل ثلاثيا. أن يكون هذا الفعل فعلا ثلاثيا يعني ستة أحرف. يعني ستة أحرف معي يا خلدون. يكون ستة. ها هو ليش معك خلدون؟ هو عليك. أن يكون ثلاثيا معناه أن يكون ستة أحرف. ها يكون كم حرف؟ ثلاثة أحرف معي يا شباب. طيب هناك بعض أسماء التفضيل التي صيغت من غير الثلاثي. من غير الثلاثي مثل هذا الكلام أخصر من غيره. هذا الكلام أخصر من غيره. وأخصر مأخوذة من الفعل أختصر. من الفعل أختصر. اختصر. خذ بالكم يا شباب اختصر وليس اختصر. لأن هذا من الأفعال الملازمة للبناء على صيغة المبني للمجهول. اختصر. معي يا شباب؟ فاختصر كم حرف؟ خمسة أحرف. ومع ذلك جاء منه اسم تفضيل على وزن أخصر وهذا شاذ. وهذا شاذ. مع يا شباب أكمل يا. وسمع هو أعطاهم من دراهم وأولاهم. وسمع هو أعطاهم من دراهم وأولاهم للمعروف. وهذا المكان أقفر من غيره. وبعضهم جوز بناءه. يعني سمع أعطاهم للدراهم. إذن أعطاهم هذا من الفعل أعطى الرباعي. وأولاهم من الفعل أولى. وأقفر
من الرباعي أغفر معي هذا مسموع هذا لكنه خلاف القياس. ليس قياس. نعم خلاف القياس نعم. وبعضهم جوز بناءه من أفعل مطلقا يعني بعض العلماء أجاز أن يؤتى باسم التفضيل من كل فعل رباعي على وزن أفعل. وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل. بعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل. يعني إيه الهمزة لغير النقل؟ نعم التعدية. نعم النقل يعني التعدية، لأنه إحنا عندنا أحسنت يا نصرة، نحن عندنا فعل لازم وفعل متعد. الفعل اللازم كيف أجعله متعديا؟ أدخل عليه الهمزة من صوره أن تدخل عليه همزة تسمى همزة التعدية أو همزة النقل. التعدية أو النقل يعني خرج لازم أم متعد؟ الفعل خرج لازم أم متعد؟ لازم خرج يا محمد خلاص فعله فاعل. أريد أن أجعله متعديا أدخل عليه الهمزة تسمى همزة النقل أو التعدية يا يوسف. أخرجته كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أخرجك شو أخرجك فأصبح أخرج متعديا والكاف مفعول به. الكاف مفعول به. ما الذي عداه؟ الهمزة تسمى همزة التعدية أو النقل. فضل شعب لا أقصد مثال أذهبتم طيباتكم أيضا. نعم وذهب وأذهب. وذهب وأذهب وقام وأقام. معي إلى آخره. فبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل. لغير النقل. طيب يا محمد اقرأ لنا. يا أخي أنا لي عندك فيديو يا شيخ محمد أخذته وذهبت يا رجل تذكرت أين هو ولم ترسله إلي وأخذت مني رقم الجوال والمحاضرة راحت علينا. أنا قلت طمع في الفيديو يا شيخ نصرة ولم يأتي من منذ ذلك الوقت. قلت طمع في الفيديو وأصبح يروجه ها هنا وهناك و المسافة المساحة طويلة كبيرة. نعم طيب وكيف نحصل عليه؟ أنا أريد أن نحصل عليه. أنا حاول يقول لك أن المساحة كبيرة. طيب لو أعطيت جئتك بفلاشة تنفع؟ طيب إن شاء الله لعلي إن شاء الله تذكر. طيب تمام تمام أحسن الله عليك. طيب اقرأ جزاء هذا الثالث. والثالث أن يكون متصرفا. لاحظوا يا شباب كل الشروط في الفعل. أولا أن يكون فعلا ثم بعد ذلك كل الشروط في الفعل في هذا الفعل الثلاثي. هذا الفعل أن يكون ثلاثيا أن يكون متصرفا إلى آخره. أن يكون متصرفا فخرج نحو عسى وليس. عسى وليس لا يأتي منهما اسم تفضيل. لماذا؟ لأنهما ليس متصرفين. لا أقول أعسى وأليس فعلان جامدان. نعم ليس له أفعال تفضيل. والرابع أن يكون حدثه قابلا للتفاوت. فخرج نحو مات وفني فليس له أفعال تفضيل. أن يكون هذا الفعل قابلا للتفاوت المقارنة يعني يصح أن أقول فلان أموت من فلان. فلان أموت من فلان ما كلاهما ميت يعني هذا أكثر موتا منه كلاهما ميت. إذا الفعل مات صفة غير قابلة للتفاوت فلا يؤتى منه باسم التفضيل. وكذلك الفعل فانية كلاهما فانية وانتهى الأمر.
فليس بينهما تفاضل، ليس بينهما. إذن يشترط في هذا الفعل يا واد أنت يا واد يا فيصل يا فيصل أراك يعني أراك شاردا سارحا، ركز معنا يا فيصل ركز معنا. إذن أيضا يشترط في هذا الفعل أن يكون قابلا للتفاوت، أن يكون قابلا للتفاوت. حبكر معي؟ طيب الفعل هلك يا دكتور، الفعل هلك نفس الكلام. طيب في الحديث فهو أهلكهم، من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، أهلكهم ولا أهلكهم؟ سنأخذ بعد قليل حالات اسم التفضيل، نعم. لعلك تفسر هذا في ضوء هذه الحالات. نعم ماشي ماشي الله. طيب والخامس أن يكون تاما، فخرجت الأفعال الناقصة لأنها لا تدل على الحدث. أنا عندي الأفعال تامة وناقصة، ما معنى تامة وما معنى ناقصة؟ الأفعال الناقصة يا شباب يا يوسف، الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها، مثل كان. لماذا هي أفعال ناقصة؟ لأنها تحتاج إلى اسم وخبر، تحتاج إلى اسم وخبر. فلو جاءها مبتدأ فقط لا يتم معناها. كان محمد، كان محمد إيه؟ كان محمد ناجح؟ كان محمد ناجحا معي؟ كان محمد ناجح. أعرف هذه الجملة يوسف، كان محمد ناجحا. كان محمد اسم، كان محمد ناجحا. طيب قل قل لنصر كان محمد ناجحا، هذا فعل ناقص. مثل هذه الأفعال لا يؤتى منها اسم التفضيل لأن لا تدل على حدث، لا تدل على حدث. لكن الأفعال التامة، يعني إيه أفعال تامة؟ فعل تام يعني يكتفي بالمرفوع، يكتفي يعني يكون مع مرفوعه جملة، قام علي، ذهب محمد، نام سليمان، ها أكل خالد، هذه اسمه أفعال تامة. وطبعا هذا أغلب الأفعال، هذا عامة الأفعال، أفعال تامة، أفعال تامة، هذه التي يؤتى منها باسم التفضيل. نعم. والخامس أن يكون تاما، فخرجت الأفعال الناقصة لأنها لا تدل على الحدث. والسادس أن لا يكون منفيا ولو كان النفي لازما، نحو ما عاج زيد بالدواء، أي من دفع به لئلا يلتبس المنفي. أيضا يشترط في هذا الفعل أن يكون ثابتا لا منفيا، أن يكون ثابتا لا منفيا، حتى لو كان النفي لازما له. يعني بعض الأفعال لا تأتي إلا منفية، مثل ما عاج، ما عاج فلان بكذا، ما عاج زيد بالدواء، يعني ما انتفع به، يعني ما انتفع به. هذا الفعل أيضا لا يؤتى منه باسم التفضيل، لا يؤتى منه باسم التفضيل على أي حال من الأحوال طالما أنه منفي. لماذا؟ حتى لا يلتبس المثبت بالمنفي، لأنه في النهاية أنا سأتي باسم التفضيل على وزن أفعل، من أين سأعرف إذا كان أصله منفيا أم مثبتا؟ نعم. والإثبات أصل للنفي، الإثبات أصل للنفي، لأن الإثبات يكون بغير أداة معي، والنفي يحتاج إلى أداة. نعم. والسابع أن لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء. أن لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه هناك بعض الأفعال حين أريد أن آتي منها بوصف للمذكر والمؤنث يكون وصف المذكر على وزن أفعل ووزن المؤنث على وزن فعلاء. يعني مثلا الفعل مثلا
حمرة. الصفة منه من المذكر أحمر وللمؤنث حمراء. أحمر حمراء. هذا الفعل لا يؤتى منه باسم التفضيل. لا أقول كذا أحمر من كذا. أشد حمرا. لا أقول كذا أحمر. لماذا؟ لماذا؟ عجبتني جدا العبارة وكأنني أول مرة أقرأها. عبارة هنا قالها الشيخ عليه رحمة الله. عجبتني جدا. قال لأن الصيغة. اقرأ 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 سبعة. ألا يكون. السابع أن لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاه بأن يكون دالا على لون أو عيب أو حلية، لأن الصيغة مشغولة بالوصف. الله. لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. صيغة أفعل هنا مشغولة بالوصف، دلالة المعنى على الوصف، على الوصف قبل أن تشغل بالمعنى بالتفضيل. فهي أولى بالوصف والوصف أولى بها، لذلك لا يؤتى منها التفضيل. يا سلام. عجبتني جدا الجملة، كأنني أقرأه لأول مرة، لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. واضح يا شباب؟ فهمتم هذا يا شباب؟ فهمتم لماذا لا يؤتى اسم التفضيل من الفعل الذي الوصف منه على أفعل فعلاء؟ لأن أفعل هنا أحمر أصفر أبيض أسود ما إلى ذلك مشغول بالوصف عن التفضيل. مشغول بالوصف عن التفضيل. نعم. وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها على أفعل مطلقا. وعليه قول المتنبي يخاطب الشيب في قوله ابعد بعد بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الضوء. هذا عند الكوفة. يعني هنا جاء الفعل الذي على أفعل فعلاء في الوصف، جاء اسم تفضيل أسود. لأنت أسود في عيني، يعني من أشد سود. نعم أشد نعم من الظلم. جماعة بتوع الكوفة دول تعبونا والله، يعني نص بيت أو عاملين عليه قاعدة ويجوزون القاعدة التي يعني على عكس البصرة. البصرة وضعوا قواعد صارمة وحازمة، منها أن تكثر الشواهد على القاعدة. نعم. قال الرضي في شرح الكافية ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة بخلاف الباطنة، فقد يصاغ من مصدرها نحو فلان أبله من فلان وأرعن وأحمق منه. هو البله، تعرفون البله؟ البله فلان أبله يعني أهبل. ما هو أهبل دي عندنا احنا يا شيخ عبد الرحمن، عايزين نشوف الجماعة دول وسطين لغاية فين. خفيف العقل. أبله يعني أحمق. معي؟ هذا أبله. أبله للمذكر والمؤنث بلهاء ولا بلهاء. أبله وبلهاء وأرعن ورعناء وأحمق حمقاء وحمقاء. ومع ذلك هذه الـ يعني الـ الأوصاف جاء منها التفضيل على رأي الرضي عليه رحمة الله. الرضي متوفى سنة الرضي اللي هو الشريف الرضي. نعم. ولا شيء ولا لا الرضي هذا من علماء علماء النحو، صاحب الكافية ولا الكافية والشافية. و و شرح الكافية وشرح الشافية الشرح. ومتوفى سنة 86 و600. نعم. سنة 86 و600 شرح الكافية في النحو والشافية في الصرف. نعم. نعم. و و واصل صاحبهما ابن هو صاحبهما اصلا هو ابن الحاجب. ابن الحاجب.
نعم. وابن الحاجب متوفى سنة 46 و600، نعم، يعني بينهما فقط 40 سنة إلا أن تخن الذاكرة. نعم سيستر. ابن الحاجب. لكن الشريف الرضوي اللي هو الشاعر. آه نعم، هذا رجل آخر. نعم. فيه الراديو فيه مرتضي. نعم. مع يا شباب. ولذلك لا تجدوه في الكتب إلا بكلمة مسبوقا بكلمة الشريف. آه بيذكر الشريف. الشريف الرضوي. نعم. 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 طيب. فهنا يقول بخلاف الباطنة فقد يصاغ من مصدرها. آه يعني البله، البله هذا صفة باطنة أم ظاهرة؟ باطنة. ها؟ باطنة. وال 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 والحمق هذا والأرعن هذا كلها صفات باطنة. باطنة يقول يجوز إنه يعني يؤتى منها باسم التفضيل. طبعا كل هذه آراء، آراء بجوار القاعدة الرئيسة أو القاعدة الأساسية، آراء تحتمل وتحتمل، لأنه في النهاية سيضع الصرفيون الذين وضعوا هذه الشروط سيضعون طريقة لصوغ اسم التفضيل مما فقد فيه الشرط من الفعل الذي فقد الشرط، فسيضعون طريقة ستشمل كل هذا. معي؟ نعم. نعم. والثامن، والثامن أن لا يكون مبنيا للمجهول ولو صورة لئلا يلتبس بفعل الفاعل وسمع شذوذا هو أزهى من ديك وأشغل من ذات النحيين وكلام أخصر من غيره من زهية بمعنى تكبر وشغل واختصر في البناء للمجهول فيهن، وقيل إن الأول قد ورد فيه زهى يزهو فإذا لا شذوذ فيه. آه الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل يشترط فيها أيضا أن يكون مبنيا للمعلوم وليس مبنيا للمجهول. يقول ولو صورة، هناك بعض الأفعال لا تنطق إلا مبنية للمجهول، زهية، اختصر، شغل، معي؟ وإذا قال وقيل إن الأول يعني الفعل زهى جاء فيه زهى يزهو، يعني جاء مبنيا للمعلوم فلا شذوذ فيه، فلا شذوذ فيه. والآن تعرف أن 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 صياغة اسم التفضيل من الفعل اختصر ممنوع لسببين وليس لسبب واحد. ما اسمك يا ولدي؟ أنت معي؟ ها؟ كأنك لست معي. أيوة كأنك لست معي، انتبه معي. الفعل اختصر يمتنع مجيء اسم التفضيل منه أو يشذ، يعني كلام أخصر من كلام هذا شاذ لسببين، ما هما يا زلفة؟ أيوة مبني للمجهول. ها لو قلتها، لو قلت السبب الثاني يعني قولي أولا. ها أحسنت خماسي، ليس ثلاثيا، أحسنت ما شاء الله عليك. والآن نعطيها الهدية ونقول لها جزاك الله خيرا. نقول لها جزاك الله خيرا، أحسنتي. فإذن هو يمتنع اسم التفضيل من الفعل اختصر لسببين كما قال الزلفة، ليس ثلاثيا ومبني للمجهول، يلتزم البناء للمجهول، يلتزم البناء للمجهول. إذن الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل يشترط فيه سبعة شروط، لا سبعة، سبعة يا رمضان، أنا أقول سبعة وأنت تقول ثمانية يا رجل، ما الكلام يا رمضان؟ ها؟ ها؟ كم شرط؟ ثمانية. ثمانية؟
ما رأيكم يا شباب؟ يا ولدي يا أخي، ما اسمك أنت يا حسبي؟ أنت لست معنا في هذه القضية؟ ها؟ لا يا شباب. نقول الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل يشترط فيه 8 شروط أم 7 شروط؟ يعني أنت تقول مثلهم 8؟ 7 يعني الثامن هنا زائد يعني. سبعة. ما رأيكم؟ أنا اختصر بعض على شرط تذكر. 7 أم 8؟ 7. ها؟ هي 8، لكن ماذا قال؟ قال لا لا لا، انتظر انتظر انتظر. قال وله 8 شروط. وله 8 شروط. له الهاء هنا تعود على ماذا؟ على الفعل. تعود على افعل التفضيل، تعود على. لكن انا سؤالي اقول الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل يشترط فيه كم شرط؟ الاسم لا يصاغ، الفعل هو الذي يصاغ. ايوه يا سيدي، الفعل بقى نفس الفعل. فاذا انا من البدايه ذكرت لك انه فعل، فانا اتحدث عن شروط هذا الفعل. فهو لما كان يتحدث عن شروط صياغه اسم التفضيل قال الأول أن يكون له فعل. نعم. فأنا قلت لك الفعل، نتحدث عن الفعل، هذا الفعل. نعم. إذن 7 أم 8؟ 7. واضح؟ نعم. واضح يا شباب؟ نعم. ها؟ انتبهوا لهذا. فهي 7 شروط. الفعل لابد أن تتوفر فيه 7 شروط. معي؟ لو عايزه بخمسة دكتور عجات على أمر. نعم؟ لو عايزه بخمس شروط مش مشكلة. لا. نضغط عليهم ها؟ الشرط الأول أن يكون ثلاثيا، أن يكون ثلاثيا. الثاني أن يكون متصرفا. ثلاثيا متصرفا. نقول هذا. ثلاثيا متصرفا. ثلاثيا متصرفا. متصرفا. قابلا للتفاوت. تاما مثبتا ليس منفيا. نعم. معي؟ مبني للمعلوم. ها؟ مبنيا للمعلوم. للمعلوم. تمام. مؤنث منه على صيغه ليس الوصف منه على افعل فعلا. افعل فعلا. واضح؟ واضح. واضح يا شباب. فنفرق بين الشروط او بين عدد الشروط التي يجب توافرها في صياغه اسم التفضيل وبين الشروط التي يجب توافرها في الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل. واضح؟ واضح. نعم. واضح يا حسبي؟ واضح؟ نعم. طيب انتبه معي فيما هو قادم إلى ما هو آت. هذا كلام مهم جدا جدا جدا، وهذا الكلام أقرب إلى النحو منه إلى الصرف. هذا الكلام أقرب إلى النحو منه إلى الصرف الذي سنذكره الآن، وهو لاسم التفضيل باعتبار اللفظ 3 حالات. اقرأ يا حسبي، اقرأ. طيب، قال أن يكون مجردا من ال. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة. وهو له كم حالة؟ 3 حالات. قبل أن نقرأ الحالتين الأخريين، هل تستطيع أن تستنتج الحالتين من هذه الحالة الأولى؟ ها؟ هما أن يكون فيه ال محل بال. نعم. والثالثة أن يكون مضافا. أن يكون مضافا. إذن أن يكون فيه ال هذه حالة، أن يكون مضافا هذه حالة، أن يكون مجردا من ال والإضافة. واضح؟ واضح يا شباب؟
طيب يعني انا اريدك وانت تقرا في 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 هذه الكتب الرائعه جدا العميقه جدا ان تكون على قدر هذا المستوى من الفهم والعمق وانت تقرا وانت تستنبط الاشياء ها، والا تقرا قراءه هكذا قراءه عابره وانني قرات لا، دائما تعمل عقلك وتقرا بتركيز وتربط بين ما سبق وما هو آت وما تقرأه الآن وقال قبل ذلك كذا معي يا شباب. إذن اسم التفضيل من حيث اللفظ له ثلاث حالات، له ثلاث، أن يكون مجردا من أل والإضافة، أن يكون مقترنا بأل، أن يكون مضافا، أن يكون. طيب الحالة الأولى يا حسبي أكمل، انتظر معي، انتبه لهذا الكلام مهم جدا. اسم التفضيل اذا كان مجردا من الأول الإضافة له احكام، له الحكم الاول، يعني اكتب عندي هناك الف، اكتب فوقها الف، اكتب الف فوق، يجب ان يكون مفردا مذكرا. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن يؤتى، وأن يؤتى بعده بمن جارة، لا مش جارة، عندك جارة مكتوبة ها، عندكم مكتوبة بجارة ولا جارة؟ عندكم مكتوبة منصوبة؟ عندك مجرورة؟ لا خليها جارة، حال، حال، حال لمن أو حال من من. لكن لو قلت جارة يا حسبي فستكون صفة، وهذا خطأ. لماذا؟ ها؟ الحكاية؟ لا، من قال نكرة؟ من قال نكرة؟ قل. أحسنت، يا سلام يا سلام، أحسنت يا ولد، أحسنت يا فرحان، لقد فرحتني. نعم، لأن جار نكرة ومن معرفة. تقول لي من حرف جر معرفة كيف يعني؟ من هنا علم على حرف الجر، علم معرفة بالعلمية، فهي علم على حرف الجر من معي ها. وذكر قديما، أذكر أنني يعني ليس قديما بزمن بعيد لكن منذ حوالي تقريبا 13 سنة 14 سنة كنت جالسا في صحن الأزهر، وكان هناك أحد الإخوة الأفارقة يشرح نحو، وأنا كنت تقريبا صليت واتكأت يعني ما قدرا صوتهم وصل إلي يعني وأنا جالس ومتكئ. فكان يقول يا محمد، محمد الشواغل أثرت عليك هنا ها؟ فكان يقول والفعل المضارع منصوب بإن مضمرة، ويؤكد ويقول بإن مضمرة، طبعا هذا خطأ، منصوب بإن مضمرة لأنه نفس الكلام، مضمرة نكرة وإن علم معرفة على ناصب المضارع إن، هذا على بأن، أسف بيقول منصوبة بأن مضمرة، فيقول والمضارع منصوب بأن مضمرة، وهذا خطأ، المفروض بأن مضمرة، بأن مضمرة، فهو منصوب على الحالية من العلم أن. وكذلك هنا جارة منصوبة بمن، منصوبة على الحالية
من العلم على حرف الجر. واضح؟ نعم. نعم. أكمل يا ولدي. أذن هذا والحكم الثاني باء. باء إذا كان إذا كان اسمه التفضيلي مجردا من ألو الإضافة يجب أن يكون مفردا مذكرا. ها؟ يجب أن يكون مفردا مذكرا وأن يؤتى بعده بمن. ها؟ بمن جارة للمفضل عليه، مثل قوله تعالى لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله. وبعد كده كملت الآية إيه؟ تكملت الآية فتربصوا حتى يأتر. نعم في سورة التوبة. نعم. فقل إن كان آباؤكم وأبناء وكذا كذا أحب إليكم أحب إليكم. فهنا لا يوسف أخوه أحب وهنا أحب. خد بالك معايا بقى، في جميع الأحوال جاءت من غير ال والإضافة، مجردة من ال والإضافة. معي كده؟ جاءت مجردة من ال وفي جميع الأحوال جاءت مفردة مذكرة، جاء اسم التفضيل مفردا وبعده من الجر المفضل عليه. طب ما يعني ما معنى مفردة مذكرة؟ لا 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 لاحظ لاحظ معي، يا كمال الدين لاحظ معي، ما المقصود بقوله أن يأتي مفردا مذكرا إذا كان مجردا من الألو والإضافة؟ أيوة، مع المثنى والجمع والمؤنث والمذكر والمفرد بصيغة واحدة. يلزم صيغة واحدة. هند ابنتي هند أحب إلي من ابنتي حسناء. هند وحسناء مؤنث، وتقول لي أحب. نعم، لأنه جاء مجردا من الأل والإضافة فيلزم الإفراد والتذكير. تعال هنا لا يوسف وأخوه لم يقل أحباني. الاثنان مثنى ومع ذلك جاء مفردا. معي؟ نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم مئة حاجة جمع. مئة شيء جاءت قبلهم أحبة. هذا هو المقصود بقوله مفرد مذكر. مفرد مذكر أنه يلزم الإفراد والتذكير إذا كان مجردا من الألوى الإضافة. نعم. لاحظ انتبه لهذا لأنك ستقابلك هذه التراكيب وأنت تقرأ وتكتب بعد ذلك وستقف اسم التفضيل كيف أكتبه هنا. نعم. طالما أنه مجرد من الألوى الإضافة يجب أن يتوفر فيه شيئان أو أن يلتزم بشيئين أو أن يلزمه شيئان، أن يكون مفردا مذكرا رقم واحد وأن تقع بعده من الجارة للمفضل عليه. هند أحب إلي من حسناء من حسناء. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يبقى إذن هنا من دخلت على المفضل عليه وهم إخوة يوسف عليه السلام. معي؟ هذه الحالة الأولى. هذه الحالة الأولى. يقول يا حسبي
يقول وقد تحذف يعني ممكن هنا ممكن هنا تحذف مين مع المفضل عليه حين يكون اسم التفضيل مفردا مذكرا قلنا حين يكون اسم التفضيل مجردا من أول الإضافة يجب أن يكون مفردا مذكرا وبعده من الجر المفضل عليه. طيب ما رأيك في قول تعالى والآخرة خير وأبقى أين اسم التفضيل هنا؟ وأبقى خير وأبقى خير جاءت على غير القياس حذف من الهمزة وأبقى أفعل. طيب أين المفضل عليه؟ حذف محذوف محذوف لأن السياق يدل عليه. خير من الدنيا لأن السياق يدل عليه أن السياق فهو كالمذكور فهو والآخرة خير وأبقى في أي سورة الآية دي؟ سورة الأعلى آخر سورة الأعلى اللي هي لهذا بعدها إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طب نرجع ورا شوية سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا هو فهنا حذف العلم به لا لذكره سابقا لذكره سابقا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى من إيثار الحياة الدنيا والله أعلم. محمد ما لك يا رجل اليوم ما لك يا رجل شواغلك كثيرة يا رجل لهذه الدرجة ها سبحانك الله عفاك معي لعلك إن وقفت قليلا يعني طيب اذهب معي يا شباب فإذا هنا نعم تقول لي في هذه الآية حذف من مع المفضل عليه أقول لك لا المذكور قبل ذلك فهو مفهوم من الكلام مفهوم من الكلام فكالمذكور فهو كالمذكور معي طيب أكمل يا ولدي وقد جاء الحذف والإسناد فيه أنا أكثر منك مالا وعزنا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أكثر اسم التفضيل أكثر منك أولا هو لازم الإفراد والتذكير وجاءت من داخلها على المفضل عليه فذكر وأعز منك نفرا وأعز منك فحذفت من مع المفضل عليه أيضا لما حذفت لأنه هناك ما يدل عليها في السابق واضح يا شباب واضح طيب هذه الحالة الأولى لاسم التفضيل باعتبار اللفظ أنه يكون مجردا من أول الإضافة وحينئذ يجب فيه أمران أن يلزم الإفراد والتذكير
وأن تأتي من داخلة على المفضل عليه. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يا كمال الدين. أو الفضل، الفضل ليست عندك؟ ليس مضاعفة؟ أو الفضل يا حضرة. عندكم مكتوبة مشددة؟ ها؟ الفضل؟ لا الفضل، جرى الفضل. والهندات الفضليات أو الفضل. إذن هنا هذه الحالة عكس الحالة الأولى، حين يكون اسم التفضيل فيه ال، فيه ال 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 ال، نحن نتحدث عن حالة واحدة الآن، فيه ال عكس الحالة الأولى، بمعنى لابد أن يكون مطابقا للموصوف الذي قبله ولا تأتي بعده من مع المفضل عليه، عكس تماما. معي؟ ومفرد، مذكر مفرد مع مذكر مفرد، وليس بعده من جارة. فاطمة الفضلى، علياء الكبرى، حسناء الصغرى. معي يا شيخ عبد الرحمن؟ وأم ترد أن تذهب مثل محمد؟ محمد ما شاء الله صحصح وفوق اهو. الله أكبر الله أكبر. معي يا شباب؟ معي؟ فهنا محمد الأفضل، حسناء أو فاطمة الفضلة، الفضلة فاطمة مفردة مؤنثة، فجاء اسم التفضيل فيه ال مفرد مؤنث، وليس بعده من الجرة للمفضل عليه. طيب الزيدان، ها قولوا معي، الأفضلان إنه مثنى مذكر. طيب ها الزيدون الأفضلون. طب الفاطمتان، نعم الفضليان. معي الفضليان، لا الفاطمتان، مثل الصغريان والكبريان. معي؟ لأنه هو لم يذكرها هنا. كمال. وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل في قول الأعشى ولست بالأكثر منهم حصل وإنما العزة للكافر، فخرج على زيادة أل أو أن من متعلقة 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 لأكثر نكرة محذوفة مبدلة من أكثر الموجودة. لا مبدلا مبدلا عندك مبدلة مبدلا 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 من أكثر الموجودة. متعلقة بأكثر، يعني البيت هذا جاء مخالفا للقاعدة، جاء مخالفا إلى معرفة. ننظر، فإن كانت إضافته لنكرة، فإن كانت إضافته لنكرة التزم فيه الإفراد والتذكير، في جميع الأحوال هو مفرد ومفرد مذكر، مثل المجرد تماما من الإضافة.
معي؟ ولزمة المطابقة في المضاف إليه، لكن يجب في المضاف إليه المطابقة. الزيدان أفضل، لا أقول أفضل رجل، إنما أقول أفضل رجلين بالمطابقة، بمطابقة الموصوف الأول الزيدان. الزيدون ها أفضل رجال، أفضل فاطمة أفضل، والفاطمتان أفضل امرأتين، أفضل امرأتين. قال: وأما قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، ما الإشكالية هنا في هذه الآية؟ تكون جمع، هذا جمع، لا كافر جاء مفردا. أيوة، وقال على تقدير فريق، عشان كلمة فريق تناسب الجمع. أيوة الله يفتح عليك. فإذا الإشكالية هنا ليست في تكون، الإشكالية في كافر. خلاص تكون جمع، دي جاءت جمع، خلاص دي ده البداية، ده المفضل على ده المفضل، ده المفضل، بس المفضل جمع، خلاص هو جمع المفضل جمع. نعم. إذن الإشكالية في أنك جئت بمفرد، في جئت المضاف إليه مفردا، رغم أن اسم التفضيل هنا مضاف إلى نكرة، فكان يجب في هذا المضاف إليه أن يطابق الموصوف الأول. أيوة الجمع. الجمع. فإذا الإشكالية ليست في الجمع، الإشكالية في كافر المضاف إليه. نعم. يعني نحن نحرر موضع الشاهد، ولذلك ولم يغير أو لم يقدر إلا في هذا الموضع، يعني في موضع الثاني في المضاف إليه. وقال فعلى تقدير موصوف محذوف أي ولا تكونوا أول فريق، فجاء بكلمة فريق جمع، ففريق ناسبت أو طابقت الجمع في واو الجماعة في كونوا لا تكونوا. طيب هذا إذا كانت إضافته إلى نكرة. إلى نكرة. فماذا لو كانت إضافته إلى معرفة؟ جازت المطابقة. طيب هنا أكابر مجرميها، أكابر جمع، أكابر جمع، معي؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر والمضاف إليه جمع. طيب الآية الثانية جاءت أحرص الناس، أحرص لم تطابق، يا بس قلت في المثال أكابر مجرمين، يا أفعل التفضيل هنا كلمة أكابر. أيوة جاءت هي نفسها، جاءت جمع، هي جمع وأضيفت إلى جمع، ففي مطابقة فيها. طب كلمة مجرميها معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ما سبب تعريفها؟ أضيفت إلى الإضافة، الله يفتح عليكم. فجاءت هنا مطابقة. لكن ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص مفرد والناس جمع، فلم تطابق. يجوز الوجهين، يعني يجوز الوجهين. قال بالمطابقة في الأول وعدم المطابقة في الثاني. نعم. لماذا؟ لأنه أضيف إلى معرفة. معرفة. نعم. هذا هو الفيصل. نعم. نعم. بقرأ يا شيخ يوسف. يوسف اسمع للتفضيل. اقرأ. ولو باعتبار المعنى سأشبه آلات الغيوب يهودا ما تقدر. لاحظ. أعلي صوتك بالراحة. لاحظ. يا عم أنت مالكش تعمل. الناس بدك. سوى سريع يا يعني. انا عايز بس عايز اعرف دلوقتي، انا قاعد هنا كيس قهوه، يعني عايز اعرف بس. انا اسف استاذ. الرئيس ما بيقرا زي الفل، هو ربنا يفتح عليه. لا اذا الكلام الذي قلناه في الاعتبار الاول باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ، ها لفظ اسم التفضيل هنا فيه ال أم ليس فيه أل؟ مضاف أم ليس مضافا؟ مجرد من أل والإضافة أم ليس مجردا منهما؟ ده لفظ، هذا لفظ. طب ماذا باعتبار المعنى؟ له ثلاث حالات أيضا، له ثلاث حالات. الأولى ما تقدم شرحه هو الدلالة على أن شيئين يتصرف في صفة الأمثال أحدهما على الآخر فيهما. الثانية
عمرو أكرم من محمد. هذه دلالة أولى لاسم التفضيل على أن الاسمين اشتركا في صفة الكرم وزاد أحدهما على الآخر. هذه الدلالة الأولى، هذه الدلالة الأولى في المعنى، يعني هذا المعنى الأول اسم التفضيل. طب المعنى الثاني أكمل. في صفة نفسه طيب العسل احلى من الخل. طب في مقارنه بين العسل والخل؟ لا. يقول لك ان المعنى هنا ان شيئا زاد في صفه نفسه على شيء اخر في صفته. يعني لما قال العسل احلى من الخل، يعني العسل زائد في حلاوته على الخل في حموضته. ليست المقارنة في صفة الحلاوة لا، وإنما في صفته هو نفسه، في شدة الصفة نفسها، نفسها في 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 الحلاوة نفسها وفي الحموضة نفسها. نعم معي. نعم. والصيف زائد في حره على الشتاء في برده. يعني لما أقول الصيف أحر من الشتاء، منطقيا اصلا الشتاء ليس فيه حر اساسا. نعم. معي يا شباب؟ نعم. شباب في الخلف معي. الصيف احر من الشتاء. هل الشتاء فيه حر؟ لا. اذا اين المقارنه هنا؟ ما دلاله اسم التفضيل هنا؟ ما معنى اسم التفضيل؟ ما المعنى الذي اداه اسم التفضيل هنا؟ ما الدلاله التي اداها اسم التفضيل هنا؟ الدلاله هنا أن الشيء زاد في صفة نفسه. لا، وليس على غيره. فلحين نقول الحر الصيف أحر من الشتاء، يعني مثلا نحن الآن في هذه الأيام التي نعيشها، نحن نعيش كأننا نعيش في قبل جهنم بمحطة. في هذه الأيام قبل جهنم بمحطة، حر شديد جدا، صح؟ ها؟ فأنت تقول يا حر شديد جدا يا أخي، ده الشتاء في البرد ما كانش كده. تقول الشتاء في البرد لم يكن بهذه الدرجة من حيث كونه شتاء، من حيث كونه شتاء فلم يكن بهذه الشدة. يعني كان في برد لكن ليس إلى هذه الدرجة التي نعيشها في الحر. فتقول الحر الصيف أحر من الشتاء، يعني حرارة الصيف شديدة جدا 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 لدرجة أنها غلبت برودة الشتاء حين كان باردا. واضح؟ هذه الدلالة الثانية لاسم التفضيل. الثالثة يا يوسف. وليس أن المراد به سقوط الوصف بمحله من غير نظر إلى التفضيل. وقولهم الناقص والأشج أعدل بني المراد. أعدل بني المراد. أي هما العادلان. ولا عدل في غيرهما، وفي هذه الحالة تجب المفضلة. وعلى هذا يخرج قول أبي نواس. لا، اسمه نواس. بص يا يوسف، بص يا حبيبي، اسمه نواس على زينة غراب. شوف انت كيف بتنطق كلمة غراب. قل غراب، قل غراب. ها هات نواس زيها كده. نواس، احسنت. كأن صغرى من فقاقعها. ها اقرا بس. ها من فقا، قل من ايوه، لا قل وراي، من فقاقعها. ايوه حصباء در، ايوه اي صغيره وكبيره. لا كقول العروضيين، لا كقول العروضيين. العروضيين دول هتبص كده لصاحبك اللي في ادبي جنبك هتلاقي عنده كتاب اسمه كتاب العروض القافيه، فهم دول العروضيين اللي بيقصدوهم. نعم. هذا قول العروضيين العروضيين وفصلة كبرى. ساشرح هذه.
الثالثة، الحالة الثالثة في معنى اسم التفضيل يا شباب، أن يراد به ثبوت الوصف لمحله من غير نظر إلى تفضيل، كقولهم الناقص والأشج أعدل يا بني مروان. الناقص والأشج، أظن بيقصد بالأشج هو سيدنا عمر بن عبد العزيز، والناقص يزيد بن الوليد بن الملك. يزيد بن عبد الملك، يزيد بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان. يقول الناقص والأشج أعدل، هو لا يفاضل بينهما وبين غيرهما، وإنما هو أراد إثبات الصفة فقط، صفة العدل لهما، أراد فقط أن يثبت لهما صفة العدل ولم يقارن بينهما وبين وبين غيرهما. معي يا شباب؟ ها، كأنه قال ال- 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 الناقص والأشد هما العادلان من بني مروان، أو العادلان من بني مروان، فلم يفعل تفضيلا، لم يفعل تفضيلا لما قال العادلان. هل العادلان فيها تفضيل؟ فكأنه قال هذا، كأنه قال هذا. طيب، يقول وفي هذه الحالة تجب المطابقة. طبعا الناقص والأشج مثنى مذكر، فقال أعدلا، جاء بمثنى مذكر، مثنى مذكر. نعم. لذلك نفع القول بلحن أبي نواس في البيت، اللهم إلا إذا علم من موضع التفضيل، فقالوا إذا ذاك بلحنه لأنه كان يلزمه الإفراد والتذكير لعدم التعريف والإضافة إلى معرفة. يعني حين قال كأن صغرى وكبرى، ها؟ قال كأن صغرى وكبرى، كان يلزمه الإفراد والتذكير لعدم التعريف، يعني أن يقول كأن أصغر وأكبر، كان يلزمه الإفراد والتذكير، لأنه اسم التفضيل هنا جاء ليس معرفا وليس مضافا، كان يلزمه الإفراد والتذكير، ولذلك قال بعدها من فقاقعها. نعم، فكان المفترض أن يقول كأن أصغر وأكبر، أصغر وأكبر. معي؟ وبذلك يندفع القول بلحن أبي نواس في هذا البيت، يندفع القول بلحن أبي نواس في هذا البيت، يعني إذا نظرنا إلى أنه لم يذكر، لم يقصد التفضيل تفضيلا، فيجوز يعني، فإذا في هذه الحالة البيت ليس فيه لحن، ليس فيه خطأ، إلا إذا قصد التفضيل. لكن إذا قصد التفضيل فيه خطأ، أنه لم يذكر ولم يفرد. واضح يا شباب؟ واضح؟ واضح؟ ها؟ واضح. هذا بالنسبة لاسم التفضيل وشروطه وأحواله وحالاته باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى. هل هناك سؤال أو استفسار؟ هل هناك شيء غير واضح؟ تفضل يا فرحان. والله يعلم، والله أعلم. نعم، حين تقول والله أعلم، نعم، طبعا هنا تفضيل، والله أعلم من غيره سبحانه وتعالى، والله أعلم من غيره، وخبرك، فهنا تفضيل، لأن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق، ونحن عندنا علم نسبي، علم محدود، والله سبحانه وتعالى وصف بعض البشر بالعلماء فعندهم علم، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء فعندهم علم. معي؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى، ها؟ نعم، لكن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أرحم بعباده
ها من الام بولدها اه. فهنا الله ارحم هنا تفضيل معي وجاء بالمفضل عليه من الام بولدها. فانت نظرت الى المفضل سبحانه وتعالى هو الله، فكانك يعني لا تريد ان تفعل هذه المقارنه، لا تصنع هذه المقارنه، لانه القران فيه ايات والاحاديث معي. والله سبحانه وتعالى اعطى لخلقه من رحمته ومن علمه ومن رأفته و و و و معي ها نعم. ولذلك هناك بعض الصفات، هناك بعض الصفات أو يعني لله سبحانه وتعالى ويوصف بها البشر، يعني نقول هذا أب رحيم، هذا أب رحيم بولده أو بأولاده، وأصلا الرحيم هو الرحمن الرحيم معي. فأخذنا صفة الرحمة ووصفنا بها هذا 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 والد عظيم في أسرته عظيم ها، وهي صفة لله سبحانه وتعالى أو اسم من أسماء الله الحسنى إلى آخره. لكن هي مشابهة فقط في الألفاظ وليس مقارنة. لا طبعا نعم. نعم معي يا شباب معي. طيب عندي جزء صغير أريد أن أتحدث فيه وأختم إن شاء الله. الحديث معكم يعني شيق، و مفيد، وأيضا يعني كما تلاحظون في أحيان كثيرة نتطرق إلى أشياء هي مفيدة في الدرس، مفيدة في الدرس. لكن عندي نقطة أخيرة، وهي عندنا باب أو درس اسمه درس التعجب، درس التعجب، درس التعجب الشيخ أتى به تابعا لأفعل التفضيل. لماذا؟ أنا أريد أن أتعجب من شيء، أريد أن أتعجب من شيء. هناك تعجب قياسي وتعجب سمعي. صيغ التعجب السمعية يا شباب كثيرة، يعني في قوله تعالى كيف تكفرون بالله، تعجب، هذا السؤال فيه تعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف يتعجب من كفرهم. سبحان الله، المؤمن لا ينجس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو هريرة، تعرفون هذا الحديث؟ نعم. سبحان الله، كلمة تعجب، كلمة تعجب. طيب لله دره فارسا، لله دره عالما، لله دره مؤلفا، لله دره كاتبا، لله دره طالبا، لله دره، هذا الأسلوب لله دره كذا كذا أيضا دلالة على التعجب. التعجب من ماذا؟ لله دره فارسا، التعجب من لله دره عالما من علمه، تعجب من علمه، لله دره كاتبا، التعجب من كتابته. فيصل، فيصل حتى أراك. لله دره كذا، فكذا هذا هو المتعجب منه، هذا متعجب. طيب دره يعني أيضا مناسبة، يعني أنا أشرح لكم هذه. دره يعني لماذا هذه الكلمة بالذات؟ ما معنى دره؟ خيره مثلا؟ ها؟ خيره؟ لا، لله دره كذا، لله دره كذا، لله دره نائما. ها؟
أدعو له بالزيادة في هذا الأمر مثلا. لا لا لا، لماذا كلمة ضر هو ضر هو الأصل؟ أيوة الضر، الضر يا شباب هي دال راء، دال راء مشددة. الضر هو هو الحليب الأول أو اللبن الأول الذي يشربه سرسوب. لا يعني في في مر في أول ما ينزل، أو هو فترة ما قبل الفطام، ما يشربه الطفل الصغير ها من أمه. تعرفون هذا؟ الأم ترضع وليدها، فكأن هذا الوليد ها قد شرب الفروسية، قد شرب الفروسية مع لبن أمه، وشرب العلم مع لبن أمه، وشرب الكتابة مع لبن أمه. جميل. فلله دره فارسا، هذا معناه. هذا هكذا، هذه أساليب تعجب سمعية. طيب ما الأساليب القياسية؟ أسلوبان في التعجب أو صيغتان للتعجب، صيغتان للتعجب قياسا، هما ما أفعله وأفعل به. ما أفعله يعني أريد أن أتعجب من حسنه فأقول ما أحسنه وأحسن به، ما أجمله وأجمل به، ما أعظمه وأعظم به، ما أعلمه وأعلم به، ما أحسن محمدا وأحسن به، ما أكرم محمدا وأكرم به. فهذه هي الصيغة القياسية للتعجب، ما أحسنه وأحسن به. مع يا شباب ها؟ الفعل الذي يصاغ منه التعجب شروطه هي هي شروط الاسم الذي يصاغ منه اسم التفضيل، هي هي الشروط، هي هي الشروط. طيب لو أنا عندي، لو عندي فعل فاقد للشرط، كيف أتعجب منه وكيف آتي منه باسم التفضيل؟ ما أشد. اقرأ لي رقم 2 يا نصرة، آخر شيء في إذا أردت التفضيل أو التعجب. إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوفي الشروط فأتي بصيغة مستوفية لها، واجعل المصدر غير مستوفي، غير مستوفي تمييزا لاسم التفضيل ومعمولا لفعل التعجب، نحو فلانا أشدت استخراجا من فوائد، وما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه. يعني الفعل استخرجه، هل يجوز أن آتي منه باسم التفضيل؟ لا. لماذا؟ ليس ثلاثيا. طيب آتي منه بالتعجب لماذا؟ لأنه ليس ثلاثيا. فكيف أفعل هذا؟ ها؟ آتي بصيغة عامة للتعجب وللتفضيل. ها؟ أشد، أفضل، أحسن. ها؟ ثم آتي بمصدر الفعل وأنصبه على التمييز، أقول محمد، محمد أشد استخراجا للفوائد من علي، أو ما أشد استخراجا. هذا بالنسبة للتفضيل. طيب في التعجب ما أشد استخراجه أو أشدد باستخراجه. ها؟ ما أجمل، ما أجمل كلامه، ما أجمل أو أجمل، أو أجمل بكلامه. واضح يا شباب؟ واضح؟ هذا بالنسبة لي التعجب، هذا بالنسبة لي التعجب. يا شيخ خالد عندنا قلم هنا؟ أين؟ أيوة خلاص، جزاك الله خير. نقطة أخيرة لأنني إن شاء الله يعني أخبركم بشيء الآن. لو قلنا
ما أحسن زكريا. خلاص شيخ احنا خمس دقائق إن شاء الله نبدأ. في درس هنا؟ طيب كويس. اسم. أنا نخلص إن شاء الله. ما أحسن زكريا. زكريا يعني زكريا. في قراءة زكريا. يعني في قراءة في يا زكريا إنا نبشرك بغلام. هل هذا أسلوب تعجب؟ ولا أسلوب نفي؟ ولا أسلوب استفهام؟ كيف؟ أحسن لو بالرفع تبقى استفهام. طب سؤال. طب أنا سأفاجئكم بشيء الآن. الآن أظنكم تستطيعون أن تقولوا هذا الأسلوب أسلوب نفي نفي وهذا أسلوب وهذا أسلوب استفهام. آه. بناء على على علامة التلقيم هذه على علامة التلقيم هذه علامة التلقيم هذه. وأنا لماذا أثرت أن أقول لكم هذا وجاءت بالمناسبة يعني ما أتحدث عن التعجب؟ لأنني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله سأعقد دورة هنا يعني قد تكون دورة جديدة في قواعد الإملاء والتلقيم في قواعد الإملاء إن شاء الله بإذن الله والأخطاء الشائعة في قواعد الإملاء والتلقيم والأخطاء الشائعة إن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا عليها بإذن الله. يا شباب علامات التلقيم هذه لا تقل أهمية في الكتابة عن الكلمات المكتوبة والعبارات والأساليب. لماذا؟ لأن علامات الترقيم في الكتابة تشبه إشارات المرور. تخيل لو أن السيارات تسير بلا إشارات، تصادم كبير جدا وحوادث. كذلك لو أنك تكتب من دون علامة الترقيم، كلام في كلام في كلام لا ندري إذا كان هنا استفهام، إذا كان هنا خبر، إذا كان هنا نفي، لا ندري إذا كانت الجملة انتهت هنا أو لم تنته. وأنا يعني عشت هذا سنين طويلة من عمري وأنا كنت أصحح الرسائل العلمية والأبحاث، وكانت تقابلني مصائب كبيرة جدا لأنه علامات الترقيم غير موجودة أو موضوعة خطأ.